انقسام علني بسبب اليوم التالي للحرب. جانتس يمهل الحكومة 20 يوما، ونتنياهو يرد: عليك تحديد مهلة لحماس. جلسة البرلمان العراقي تنتهي باشتباكات بالأيدي بين النواب بعد إخفاق المجلس في انتخاب رئيسه. عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة الليبية ودعوات لهدنة إنسانية. حركة جيش تحرير السودان وحمدوك يوقعان إعلان نيروبي لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد. محكمة النقد المصرية تقضي برفع اسم نجم الكرة محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم إلى جولة إخبارية جديدة من الحدث تمتد على مدار ساعتين، أقدمها لكم بصير شتية. إذن سفينة إسرائيل تتجه نحو الصخور، فلم يتأخر رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تصريحات للوزير في مجلس الحرب بني جانتس الذي أمهل حكومته 20 يوما للموافقة على خطة الحرب في غزة، مهددا بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا لم يستجب نتنياهو لمطالبه. الأخير استنكر مهلة جانتس قائلا: عليك تحديد مهلة لحماس. في كلمة حملت لغة التهديد، طالب عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الموافقة على خطة من 6 نقاط لتحديد استراتيجية واضحة للحرب في غزة بحلول 8 يونيو المقبل، مهددا بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا لم يستجب نتنياهو لمطالبه. كما اعتبر جانتس أن إسرائيل تواجه صعوبات في المعركة التي تخوضها في قطاع غزة، وأن الانتصار في غزة لم يتحقق حتى الآن، ومن يقود السفينة يوجهها نحو الصخور، مؤكدا عدم القبول باستمرار الوضع كما هو الآن ومطالبا بمسار واضح. واعتبر جانتس أن هناك من يتصرف ليس كما هو مطلوب في الحرب على غزة، في إشارة إلى نتنياهو والذي طلبه بالاختيار وعدم قيادة إسرائيل نحو الهاوية على حد تعبيره. كما طالب جانتس بضرورة أن يخضع كل الإسرائيليين لقانون الخدمة العسكرية دون استثناء. ويجب على الجميع أن يرى الصورة الكاملة والفرص من أجل تحقيق استراتيجية وطنية شاملة حتى نقاتل كتفا إلى كتف على كابينت الحرب. حتى 10 من حزيران المقبل يجب أن يضع خطة ورؤية تؤدي إلى تحقيق أهداف ذات أهمية وطنية، إعادة المخطوفين والقضاء على حكم حماس ونزع السلاح من قطاع غزة، وإقامة إدارة أمريكية أوروبية عربية فلسطينية لإدارة قطاع غزة. وسط خلافات حادة بشأن طريقة إدارة معارك القطاع، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن المحادثات بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة ما زالت تواجه طريقا مسدودة، إلا أن هناك محاولات من جانب وسطاء لإعادة إطلاقها.
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن نتنياهو على خلاف حتى مع أقرب حليف لإسرائيل الولايات المتحدة بالطبع بشأن العملية العسكرية في رفح، خاصة وأن تل أبيب فشلت في تحقيق مطالب واشنطن في إيجاد خطة ذات مصداقية لإجلاء السكان من المدينة. وما يعزز من قناعة واشنطن حسب الصحيفة هو عدم وجود مساحة آمنة وكافية يمكن أن يلجأ إليها أكثر من مليون شخص. ونقلت فاينانشال تايمز عن مسؤول مطلع على استراتيجية الحرب الإسرائيلية قوله إن الحكومة الإسرائيلية لا تملك أي خطة لليوم التالي للحرب، وهو ما يعكس وفقا للمسؤول أو لمسؤول حكومي إسرائيلي سابق نتائج الاستطلاع الذي أجري هذا الشهر داخل إسرائيل، إذ يرى نحو 62% من الإسرائيليين أن النصر الكامل على حماس لم يعد ممكنا. المسؤول الإسرائيلي أضاف للصحيفة البريطانية أن هناك شعورا كاملا بالانجراف الاستراتيجي داخل إسرائيل على حد تعبيره، وهو ما أدى إلى تلاشي الوحدة الوطنية شبه الكاملة التي أعقبت هجوم 7 أكتوبر. قال البيت الأبيض أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان غادر واشنطن إلى السعودية للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأوضح بيان للبيت الأبيض أن سوليفان سيبحث مع ولي العهد السعودي قضايا ثنائية وإقليمية بما في ذلك الحرب في قطاع غزة والجهود المستمرة لتحقيق السلام في المنطقة. نعم، وصول إصابات إلى مستشفى كمال عدوان. الخلافات الأمريكية الإسرائيلية والخلافات الداخلية الإسرائيلية إضافة إلى الضغوط الدولية لوقف الحرب في قطاع غزة، أناقش هذه المواضيع ومواضيع أخرى متعلقة في هذه الحرب مع ضيوفي من القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد، من الناصري الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي، ومن واشنطن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بشار جرار. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام على شاشة الحدث دائما، واسمح لي أن أبدأ مع الدكتور عماد جاد. دكتور عماد، مسؤولون أمريكيون يقولون بأن إسرائيل ليست لديها حتى الآن خطة واضحة أو حتى من الأساس خطة لإدارة الحرب أو لإدارة القطاع بعد الحرب على قطاع غزة. ما الذي يفهم من ذلك، خاصة وأن أمريكا كما تقول إدارتها بأنها دائما تحث إسرائيل على وضع خطة الآن للحرب بعد الحرب على القطاع؟ يعني أتصور أننا بهذا الأمر نقفز على الواقع المرير في القطاع، ونقفز على مآل العدوان على القطاع إلى بحث اليوم التالي للحرب، رغم أن بحث اليوم التالي أتصور أنه ينبغي أن يكون أمرا ثنائيا، بمعنى إسرائيلي بوساطة دولية فلسطيني. إسرائيل تغلق كل المنافذ على الخيار الفلسطيني، حتى
جانتس اليوم حينما تحدث قال لا حماس ولا عباس. طيب نجيب لك حد منين يعني؟ يعني المفترض الله يضع فيتو إذا كان عنده فيتو على حماس ويريد قضاء على قدرتها العسكرية ونزع سلاحها من خلال وجود قوات أممية كما قيل في قمة البحرين وهو أمر إيجابي للغاية، لكن لا تضع فيتو على من يدير. لماذا تضع فيتو على منظمة التحرير الفلسطينية المعترف بها دوليا؟ فما نشهده اليوم هو خلط للأوراق، بمعنى أننا بتنا نتابع المشاكل داخل الكابينت الحرب الإسرائيلي ونتابع أيضا المشاكل ما بين حماس وبين فتح ومنظمة التحرير، وهكذا تختلط الأوراق وتتضاعف المشاكل بدلا من أن كنا نسعى لتوافق دولي حول اليوم التالي للمعارك. ليس بالضرورة سيطرة إسرائيل على قطاع غزة بالكامل، لكن كنا نبحث عن حل وسط ربما يعني ينهي الوجود العسكري على الأعلى على الأقل لحماس مقابل تسليم السلطة لحكومة تكنوقراط وبدء العمل. الآن حتى إذا كان يعني عضو مجلس الحرب الإسرائيلي يتحدث عن خلاف مع نتنياهو ووضع، كان يمكن له أن يطرح هذا الأمور بينه وبين نتنياهو ويتوافقوا، لكن أن يخرج إلى الرأي العام فأتصور أنه يقدم نفسه للرأي العام الإسرائيلي اليميني باعتباره البديل الطبيعي لنتنياهو الذي غربت شمسه. نعم، سأناقش هذا الأمر بالتفصيل معكم ضيوفي أيضا. يعني الخلافات الداخلية الإسرائيلية يبدو أنها تزداد يوما بعد آخر حتى ساعة بعد ساعة إن صح التعبير. أستاذ بشار مرحبا بك مجددا. يعني الخلاف الآن حول إدارة قطاع غزة، وحتى الآن كما يقول المراقبون لا يوجد أصلا خطة أمريكية لهذا الموضوع بدعوى أنها ليست طرفا في هذه الحرب، لكن في المقابل هي تمد إسرائيل بالسلاح وتمد إسرائيل بالمشورة. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هو بداية لابد أن نذكر دائما أن أساس هذه الحرب وبداياتها كانت كما قيل مفاجأة للجميع، ولكن أنا من الناس الذي لا أقتنع أن السيناريوهات لم تكن متوقعة، بمعنى أن الدول التي فيها مؤسسات وازنة كانت تعلم أن استمرار الحال على جانبي الحدود الفلسطينية الإسرائيلية خاصة في غزة بأنه لن يستمر، وكانت هناك أنباء وتوقعات ثينك تانكس في الولايات المتحدة الأمريكية، مراكز أبحاث تشير إلى انتفاضة ثالثة، في إشارة إلى عدم استقرار السلطة أيضا في رام الله، وأن حماس تتغول وتتوغل في الضفة الغربية. هذا الأمر كان متوقعا، الصدام كان متوقعا بصرف النظر عن تفاصيل ما جرى في 7 أكتوبر. فالولايات المتحدة الأمريكية كانت منذ البداية، وليس فقط هذه الإدارة، حتى الإدارة الأولى لباراك حسين أوباما كانت أيضا معنية في الداخل الإسرائيلي. نذكر الخطاب الذي توجه به أوباما في ذلك الحين، السلام عليكم التي قالها من القاهرة، صحيح. موضوع الربيع العربي بكل تفاصيل ما له وما عليه، عندما بحث في الشأن الفلسطيني ركز على أنه لا بد لإسرائيل أن تتجاوب مع رؤية الدولتين، وكان في ذلك الحين يتهم بأنه معادي للسلطة في إسرائيل خاصة اليمين خاصة لنتنياهو، لكنه قدم أكبر عدد من المساعدات في تاريخ أمريكا لإسرائيل. الآن ما يقيمه بايدن هو محاولة إلى إقناع الجانب الإسرائيلي بأن أدرك الوقت قبل أن يعود سيناريو ترامب مرة أخرى للمنطقة. إذا عاد للبيت الأبيض الرؤية كلها لمنطقة الشرق الأوسط ستختلف، وبالتالي تحت ضغط 6 أشهر المتبقية انتخابيا تحاول إدارة الرئيس بايدن من التفاوض مع كل المعنيين في 7 أكتوبر وعلى رأس طبعا إيران، مفاوضات سرية في عمان لتناول موضوع الملف النووي الإيراني. ويبدو أن هذه الجولات المتلاحقة للدبلوماسية الأمريكية وأحدثها الآن جيك سوليفان تريد أن تدفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، سواء عندما أقول فلسطيني بشقيه حماس والسلطة الفلسطينية، إلى مقاربات ما. ويبدو أن موضوع غانتس تم تنشيطه، وهو ورقة كانت تلعب بها إدارة بايدن، اجتمع ذهب إلى واشنطن واجتمع صحيح. في البيت الأبيض والبنتاغون أيضا، هذا رجل عسكري، بمعنى أن علاقاته مع المؤسسة العسكرية في أمريكا.
هذا الأمر التوقيت الآن حساس جدا، ارتبط بعد فشل ليس بلينكن، الأهم فشل ويليام بيرنز مدير السي آي إيه. عندما يكون هذا الفشل يصل إلى هذه المرحلة، الآن جيك سوليفان يأتي إلى إسرائيل ولديه الأرضية جاهزة للضغط على نتنياهو، وأعتقد أيضا رسالة إلى الجانب الفلسطيني بأن لا بد من صفقة تبادلية، وإلا عدنا إلى نتنياهو أقوى، انتخابات إسرائيلية مقبلة، الانقسام الإسرائيلي سيتعزز تماما كما هو الانقسام الداخلي الأمريكي. يعني بعجالة أستاذ بشار، يعني هل تعتقد بأن الضغط الأمريكي بات أقوى على إسرائيل، وأن نتنياهو نفسه عندما هدد بقطع السلاح قال سنحارب لوحدنا؟ ولو لوحدنا، صحيح، ولو لوحدنا. طيب نعم، هذا أمر مهم. نعم نعم، لأن التفاوض أعني بهذه الفكرة المجزة، التفاوض عندما يكون هناك رهائن دائما خطين متوازيين، هناك من يتفاوض وهناك من يبقي النار على الضغط العسكري والسياسي والإعلامي. هذه المسارات يجب أن تخدم بعضها بعضا. يذكر الرئيس بايدن أن جيمي كارتر الرئيس الديمقراطي هزم في الانتخابات ولم يتم الإفراج عن الرهائن الأمريكيين لدى نظام ملالي إلا بعد إعلان ريغن رئيس البلاد. هذا ما يخشى بايدن، أن يتم الآن تأجيل هذا الملف. الكل لا يريد التعامل مع إدارة بايدن بين قوسين المتهمة بالضعف والارتباك، حتى ربما يعود ترامب وبالتالي تكون هناك مفاضلات من قوة ومفاجآت لربما أيضا أستاذ بشار في حال عاد ترامب. نعم، دعني أعود إلى الدكتور عماد في حال جهوزية الاتصال لاحقا مع الأستاذ نظير مجلي من الناصرة. دكتور عماد، هل فعلا يعني فيما يتعلق بأن الإدارة الأمريكية باتت تضغط بشكل أكبر الآن في سبيل إيجاد حل، خاصة وأن جيك سوليفان سيبدأ زيارته بعد ساعات إلى الشرق الأوسط، وهل تتفق أيضا مع الطرح الذي ذكره الأستاذ بشار من واشنطن؟ يعني أتصور أن نتنياهو سبب إحراجا كبيرا للرئيس الأمريكي ولأكثر من مسؤول أمريكي، ربما الإدارة الأمريكية الحالية تتحمل جزء من المسؤولية حينما بعثت في بداية ما حدث في 7 أكتوبر، بعثت بأنتوني بلينكين وعلى الملأ أعلن أنه جاء للتضامن مع إسرائيل، ليس فقط كرئيس كوزير للخارجية الأمريكية، ولكن أيضا كمواطن يهودي عانى أجداده من المحرقة. وبالتالي كان هناك حالة من حالات الانجراف في دعم وتأييد إسرائيل، لكن لا إسرائيل أنجزت المهمة ولا تمكنت من الأفراج عن الرهائن. المسألة أنها تقوم بعملية تدمير شامل للقطاع ومآسي إنسانية غيرت موقف عواصم غربية كثيرة، وحضرتك تعلم بالمظاهرات التي وصلت حتى إلى مستوى طلبة الثانوي في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيح، وجامعات كثيرة على رأسها جامعة كولومبيا العريقة، وبالتالي تم الإحراج. أنا أتصور البعض يقول أن جانس هو رجل الإدارة الأمريكية وأنه زار واشنطن دون رضا نتنياهو دون التنسيق معه. أنا أتصور لو كان الأمر كذلك لا يعني كان له موقف أكثر حدة من ما يجري اليوم، كان يمكن أن يساند الإدارة الأمريكية. لكن ما يحدث الآن هو أن نتنياهو لا يريد استلام الرهائن إلى أن يأتي ترامب، وكنا نتحدث قبل 7 أشهر على أن أمامنا سنة للانتخابات الأمريكية. الآن نحن على بعد حوالي أقل من 6 أشهر على الانتخابات الأمريكية، وبمجرد أعلان نتائجها إذا ما فاز ترامب ستتحول الأمور برمتها في المنطقة، وندخل في مرحلة جديدة. ترامب أكثر تعاطفا مع إسرائيل، أكثر تأييدا، أكثر دعما لأسباب كثيرة للغاية، وبالتالي نتنياهو يتحصن إلى أن يأتي ترامب فيدعمه حتى في الداخل الإسرائيلي. أنا رأيي الشخصي خطاب جانس للرأي العام الإسرائيلي هو خطاب في محاولة، لأنه يعلم تماما أن الرأي العام الإسرائيلي
يميل ناحية اليمين، وبالتالي هو حاول استقطاب هذا اليمين لمصلحته على حساب نتنياهو، لأنه أبسط قواعد الأعراف الدبلوماسية حينما يحدث عدم تفاهم داخل مجلس حرب تحل داخل الغرف المغلقة، ولا يقدم للرأي العام الإسرائيلي ولا يقدم للرأي العام العالمي، وبالتالي المسألة أتصور أنها حسابات تتعلق بمن يقود اليمين بعد نتنياهو، وأتصور أن 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 لبيد وغيره اليسار ضعيف للغاية في إسرائيل ولا مستقبل له في الحكم، وبالتالي المسألة تعقدت كما ذكرت في مداخلتي الأولى، تعقدت ما بين هذه الانقسامات. يعني احنا ممكن يعني ببساطة شديدة سيد الفاضل نستطيع أن نقول أن بإمكان الجانب الفلسطيني وحماس تحديدا أن تهدم المعبد على رأس نتنياهو، بأن تقول طب أنا موافق على خروج الهيكل العسكري الأعلى والإفراج عن المحتجزين مقابل خروج ما بين 800 ل 1000 و 1300 من المساجين وحماس تعتبر ذلك والمعتقلين. دكتور عماد هذا الأمر يعني ولا هذا الاقتراح خيالي يعني كما عرضت عليه إسرائيل في البداية ومؤخرا وتقول أنه هذا عرض من الخيال أنه تنسحب وتعلن الهزيمة وتخرج قادتها وتسلم أسلحتها؟ يا سيد الفاضل أنا لا أقول من عندي يعني بالطبع هذا ما تقوله حماس. يا سيد الفاضل لا أنا فاهم، أنا فاهم، بس عايز أرد على من يقولون ذلك بجملتين بس. فضل. من قال أن حركات التحرر هي التي تحمل السلاح هي التي تتفاوض؟ أقول لحماس حركتم القضية بسببكم وافقت 13 دولة في مجلس الأمن على عضوية فلسطين، 143 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعاطف دولي ضخم، استعداد لحديث جدي عن حل الدولتين، خلينا خلاص حركتوا القضية، سلموا الأمر لمن هم على استعداد. وضحت الفكرة، مفاوضات حكومة تكنوقراط ثم وضحت هذا في نقطة مهمة ذكرتها دكتور في ذلك. دكتور عماد ذكرت نقطة مهمة، وأرحب مجددا بضيفنا من الناصر بعد عودة الاتصال معه الأستاذ نظير مجلي. أستاذ نظير يعني مرحبا مجددا، وذكر الدكتور عماد بأن لربما نتنياهو ينتظر عودة ترامب خلال هذه الستة أشهر ويريد أن يماطل في من خلال هذه التصريحات والحديث عن خلافات. إلى أي مدى هذا الأمر فعلا يمكن الاعتقاد به ويكون صحيحا رغم كل هذه الانقسامات الداخلية الآنية في إسرائيل وتجدد المظاهرات وكبرها يوما بعد آخر؟ مرحبا بك أستاذ بصير، أهلا بحضرتك الكريمين وبالإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأعتذر عن قطع الاتصال. الحقيقة أن نتنياهو يريد ولكن ليس بالضرورة يستطيع أن يؤجل كل شيء حتى ترامب، ولكن واضح أن غانتس أطلق شرارة المعركة الانتخابية اليوم التي لا تعتبر واضحة ولكنه أطلقها، ولذلك هو مثل ما تفضل الدكتور عماد أكيد هو يخاطب اليمين لأن إسرائيل تتجه لليمين. غانتس اليوم لديه 8 أعضاء كنيست، استطلاعات الرأي تعطيه أن يصل إلى 30. الثلاثين يأتون من اليمين بالأساس لأنهم مقتنعون أنه يقود اتجاه وسطي وليس يساري، وهو في الوقت نفسه الآن يعبر عن موقف القيادة العسكرية والأمنية في إسرائيل، ولهذا يحاول أن يضع كل السلة بضمنها ليس فقط الحرب في غزة وكيف الخروج منها، بل أدخل موضوع التجنيد المتدينين إلى البنود الستة وهو البند السادس، وهذا ليس صدفة لأن هذا البند يجعله قريب أكثر من الناس بما في ذلك هو اليمين التي تريد لكل الإسرائيليين أن يشاركوا في الجيش، ولهذا هو يذهب في اتجاه إمكانية أن يفتح باب المعركة الانتخابية. ليس سهلا بالطبع ولكنه هذا ما يريده. الآن المطلب في الشارع اليوم حوالي 70,000 متظاهر في حوالي 50 منطقة في إسرائيل من ضمنها المركز في تل أبيب، يطالبون بسقوط الحكومة والذهاب إلى انتخابات باعتبار أن الحرب تقريبا انتهت بالنسبة إليهم، وينبغي أن يكون هنالك حساب مفتوح مع نتنياهو على هذا الأمر. ونتنياهو طبعا يحاول أن يتهرب قدر الإمكان، ليس بالضرورة أن ينجح.
أعود إلى الأستاذ بشار، يعني كما يعني استمعت وتم الإعلان في إعلان المنامة عن ضرورة وجود أو اقتراح لوجود قوات أممية لحين حل الدولتين، جانس أيضا من ضمن نقاطه الستة في المقترح يقول إقامة ائتلاف أوروبي عربي لإدارة القطاع لا يشمل حماس ولا حتى السلطة الفلسطينية في قطاع غزة. الولايات المتحدة وفقا يعني لبعض التحليلات هي ترفض يعني أو لا توافق إن صح التعبير مع فكرة وجود قوى أممية داخل الأراضي الفلسطينية. إذن نريد تعليقك على هذا الأمر والحل المتوقع أو السيناريو الأقرب لتحقيقه حول هذا الأمر تحديدا. هو سبصير الإجابة كانت واضحة منذ البداية على لسان الرئيس بايدن ونائبة كمالا هاريس. التعبير الذي استخدم قيادة فلسطينية متجددة، ليست جديدة وإنما متجددة، والشرعية حتى هذه اللحظة ما زالت لدى رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية ممثلة بشخص محمود عباس. الآن هل ما يقوم به بني غانتس ليس فقط تحريك لانتخاب الدفع بانتخابات إسرائيلية؟ هل هناك أيضا مساعي مشابهة على الجانب الفلسطيني؟ واضح أنه ليس من الواقع ولا المنطقي التفكير بهذا الأمر ما دامت الحرب مستمرة. والحرب هذا ليس فقط شعار القضاء على حماس أو أي تهديد من قطاع غزة. الأخطر والأهم إسرائيلية وأمريكيين هم الرهائن. بالتالي كل هذا الطرح غير واقعي، هو محاولة لافتعال أزمات سياسية تفيد المتفاوضين. هذه ضغوط أمريكية، هكذا أراها، هي ضغوط أمريكية على الجانبين، على الفلسطيني والإسرائيلي بكل الطيف السياسي لدى الجانبين، حتى يتم تحقيق صفقة يحتاجها بايدن بمنتهى الضراوة، لأن أي خسارة تضاف إلى خسائره في السياسة الخارجية بعد فضيحة الانسحاب من أفغانستان وكارثة أوكرانيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة. أمامه الآن فرصة تطبيع واتفاق سلام وشراكة أمريكية سعودية غير مسبوقة. هذه الفرصة إن لم يستغلها بايدن تعني خسارة مركبة ليس فقط لإدارته وإنما أيضا للحزب الديمقراطي، وتعني عودة قوية للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، ولكن من منظور ليست النيو كونسرفاتيفز المحافظين الجدد كما بوش الأول والثاني أبدا كما يريدها ترامب، وهي نوع من إقامة شركات، إقامة اتفاقات سلام، ويقول لا علينا ولا دخل لنا فيما يجري من خلافات داخلية. هكذا فعل في سوريا عندما قال هذه بلاد تراب ودماء في إشارة أن الخلاف السوري التركي ليس بحاجة لقوات أمريكية، وهو أيضا بالضرورة. ونذكر اتفاق دايتون عزيزي بصير، اتفاق دايتون الأمني الذي هو تقوم عليه كل السلطة الفلسطينية من ناحية العملية، يقوم على أنه تدريب السلطة الفلسطينية، الشرطة الفلسطينية، تنسيق أمني مع إسرائيل، ولا حاجة لوجود دايتون أو الخبراء الأمريكيين على الأرض. القوات الأمريكية الآن الموجودة لحماية الرصيف البحري إن أطلقت طلقة واحدة باتجاهها ستؤدي إلى كارثة مركبة لبايدن في الانتخابات الأمريكية، لأنه يعني أنه انخرط في حرب هو قال منذ البداية أنه لن يخوضها. هذا هو الخطير فيما يجري الآن. طب بعجالة أستاذ بشار، يعني اسمح لي، إذا كانت هنالك، طبعا هنالك أولويات، لو يعني نحدد أكثر الأولوية الآن أمام الإدارة الأمريكية فيما يحدث في قطاع غزة، هنالك أوراق كثيرة تطرح، نريد أن نفهم منك الأولوية التي يجب على الإدارة الأمريكية اتباعها الآن. الأولوية عزيزي، وهذا المحلو لينزي جرام وإن كان من حزب الجمهوري، واشنطن، المؤسسات الدولة العميقة في واشنطن، المؤسسات الوازنة تريد رؤية الإقليم ككل، الأنظار على السعودية، التركيز على إقامة شراكة مع السعودية، موضوع التطبيع، اتفاق سلام لن يتم. الموقف السعودي واضح، صحيح. الموقف العربي واضح، الأردني، المصري واضح أيضا، لا يمكن أن يتم أي شيء بالقفز عن القضية الفلسطينية. لابد من تسوية الموقف ليس فقط عسكريا، سياسيا لابد من رؤية. هذا هو أعتقد الذي يدركه الرئيس بايدن، والأولوية بالنسبة له نعم يريد إطلاق سراح الرهائن بأي ثمن كان. وأنهي بقضية واحدة ما نشرته الواشنطن بوست عزيزي. الواشنطن بوست تم تسريب أربع مصادر أكدت هذا الأمر، بأن تم العرض على إسرائيل على نتنياهو خرائط للأنفاق
وموقع الذي توجد فيه القيادة الفلسطينية، بمعنى قيادة حماس تحت الأرض. هذا يعني ليس فقط محاولة دغدغة مشاعر أو المفاوض الإسرائيلي حتى تسير لعابه، لا، هو أيضا ضغط وضع النار على المفاوض الفلسطيني حمساوي تحديدا وكل من يرعاهم، من يرعاهم يعني تحت خطين، بأنه لم يعد هناك وقت، وأن إدارة بايدن قد تقلب المجن وتقول لا أريد أن أمارس ما أريده وأنهي هذا الملف قبل الانتخابات. وها هنا يتضح ما هو الذي يقوم به بيني غانتس. شكرا لك. أنتقل الآن إلى الدكتور عماد. يعني دهمنا الوقت جدا في هذا النقاش ولجماله إن صح التعبير. دكتور عماد، برأيك يعني عودة المفاوضات الآن هل يمكن لسوليفان أن يحلها أم هنالك مآرب أخرى لا نعلمها بهدف هذه الزيارة؟ يعني بعيدا عن الوقوع في فخاخ نظرية المؤامرة اللي هي موجودة شعبويا عندنا في العالم العربي، أتصور أن الولايات المتحدة الأمريكية ما كان، أو جيمي كارتر ما كان له أن يساعد على إبرام اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية لولا وجود الاستعداد لدى الطرفين، وبالتالي القضية بالأساس هي كما أشرت لحضرتك قبل قليل، هي فكرة استعداد الجانب الفلسطيني أكتر. هل حماس مستعدة تسلم الراية السياسية لمنظمة التحرير وتتفاوض وبعدين حماس تشكل حزب سياسي؟ هذا هو الأمر. أما عدا ذلك، إذا ما فعلت حماس ذلك وأطلقت سراح المحتجزين أيا كان عددهم مقابل عدد معين من المساجين، يمكن في هذه الحالة التوصل إلى صيغة تعري نتنياهو وتنهي تاريخه السياسي. أتصور أن تعنت القيادة العسكرية لحماس، لأن ما فيش حد بيحارب فوريفر إلى الأبد، حتى مصر حررت 10 كيلو شرق القناة وخدت الباقي بالمفاوضات والتحكيم الدولي. خلاص حماس متشكرين، عملتي يعني طرحت القضية وجعلتيها على يعني اهتمام الرأي العالم العالمي، وصل لطلاب الثانوي والدول الأوروبية الغربية ورصيف دولي. خلاص حل الدولتين بقى أمر واقع، لا نتنياهو ولا غيره يقدر يمنعه. أنا رأيي طلقة البداية في يد حماس، أنتوا حركتوا القضية، ابدأوا تكلموا مع منظمة التحرير وسلموها الشق السياسي. طب أسألك بعجالة جاوبني دكتور عماد، يعني أبو مازن الرئيس الفلسطيني في إعلان القمة يعني قال بأن حماس هي التي تسببت في ما حدث بالسابع أكتوبر، عفوا، ودعت لإسرائيل أو فتحت لها المجال، أعطتها الذرائع للقيام. البعض يعني اعتبر هذا التوقيت غير ملائم، خاصة وأن هناك دعوات للوقوف جنبا إلى جنب بين الفلسطينيين وانضمام حماس لمنظمة التحرير. بالدقيقة إن سمحت لي. شوف، أنا موافق وجهة النظر هذه. لم يكن محمود عباس موفقا في انتقاد حماس على العلن في محفل دولي في الأمين العام للأمم المتحدة، و كان ينبغي أن تبلغ. لكن خلي بال حضرتك، ودي هنا هختم بدي، أن التاريخ مرير بين الطرفين، وصلت لتصفيات جسدية وتخوين، وأبو مازن قال أنه أول زيارة للغزة كان هناك محاولة لاغتياله، و فالخلافة يعني يمكن الحديث عن مفاوضات فلسطينية إسرائيلية أتصورها، لكن توافق وطني فلسطيني حمساوي مع البي اللي هو منظمة التحرير، لا. في حاجات أنا مش فاهمها في هذا الأمر، لأني الشخص نناقشها إن شاء الله في حلقات مقبلة في نقاشات مقبلة. عذرني دكتور عماد، أنتقل للأستاذ نظير. أنا آسف جدا أستاذ نظير، طولت عليك. يعني البعض يقول، المراقبين يقول بأن يعني بقاء حماس كحزب سياسي مع فتح، عفوا، ودعم حكومة السلطة الفلسطينية، هذا تراه الولايات المتحدة طريقا لحل الدولتين، لكن إسرائيل ترفضه تماما. إذا أردنا أن نقول يعني نفهم وجهة النظر الإسرائيلية الآن للوصول إلى حل الدولتين، كيف يمكن أن نفهمها؟ أولا، واضح أن هنالك في إسرائيل رفض لحل الدولتين عند أوساط واسعة بين تلك القوى التي كانت أيضا تؤيد حل الدولتين. والسبب أولا التوجه اليميني، الحرب وكل تبعات الحرب وكل ما جرى في السابع من أكتوبر كله أثر بشكل سلبي على هذا الموضوع، والولايات المتحدة مدركة لذلك والعرب مدركون لذلك، ولهذا يأتون اليوم بسلم أفضليات أساسي المقطوفين الرهائن والأسرى.
يطرحونه كقضية أساسية باعتبار أنه إذا حلت هذه القضية فسوف تنهار حكومة نتنياهو، لأن نتنياهو يمثل اليمين المتطرف. عندما يرى أن هنالك أسرى فلسطينيين سيخرجون وهم يرفعون شرط النصر، هذه كارثة بالنسبة له في جمهوره اليميني، وعندئذ سيسقطه أيضا اليمين. هكذا يعتقد أن الأمريكيون، وأعتقد أن جيك سوليفان قادم غدا لكي يحاول تحريك هذا الملف بالذات. وجانس رفع ووضع سلم الأولويات في بالأساس أولا تحرير الرهائن، وهو أيضا في يصب في هذا الاتجاه، والمظاهرات الضخمة الموجودة اليوم الليلة هي أيضا تصب في هذا الاتجاه. الأمريكيون يشاركون في هذه المظاهرات. هيلاري كلينتون بعثت برسالة صوتية ومسجلة بشريط فيديو، سفير الولايات المتحدة شارك في مظاهرة تل أبيب وألقى خطابا فيها وتحدث عن ضرورة وضع قضية الأسرى في رأس سلم الاهتمام، يعني التركيز على هذا الجانب. هناك أيضا 5 سفراء آخرين للغرب يركزون الآن على هذا الموضوع، لأنه يوجد إجماع إسرائيلي عليه أيضا من اليمين. فإذا ما ارتفع هذا الموضوع فعندئذ من الممكن مثل أحجار الدمونيوم تنهار واحدة تلو الأخرى من ادعاءات اليمين، وعندئذ يتقدمون إلى الأمور التي قد تدفع في حل. لا يتحدثون عن حل دولتين بالفصل، يتحدثون عن مشروع كامل لسلام شامل بين إسرائيل وكل الدول العربية، وبضمنه إقامة دولة فلسطينية بالتدريج، تبدأ الأمور بالاعتراف الدولي بدولة فلسطينية. فهذا التدريج من الممكن أن يحدث انهيارا في مختلف المواقف التي يطرحها اليمين المتطرف. فمع فتح آفاق سياسية من الممكن أن يتغير الوضع، لكن يجب التغلب على العقبة الأساسية الآن، المخطوفين. جزيل الشكر لحضرتك أستاذ نظير، وأعذرني مجددا على ضيق الوقت، ولك في ذمتي 3 دقائق وأكثر في المرات المقبلة. شكرا جزيل الشكر لحضرتك. من الناصر الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير مجلي. من واشنطن كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ بشار جرار، ومن القاهرة عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري سابقا الدكتور عماد جاد. كل الشكر لكم وكل التحية لكم. فاصل قصير نواصل من بعده. جلسة البرلمان العراقي تنتهي باشتباكات بالأيدي بين النواب بعد إخفاق المجلس في انتخاب رئيسه. أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتساعد. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ أقوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عجار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ إلى العراق هذه المرة. كما كان متوقعا إذن، رفع مجلس النواب جلسة انتخاب رئيسه إلى إشعار آخر على وقع اشتباكات بالأيدي بعدما أخفق في عقد
في عقد جولة ثالثة حاسمة لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي عن حزب السيادة ومحمود المشهداني المدعوم من حزب تقدم. اندلعت مشادة كلامية وتضارب بالأيدي اليوم السبت بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى على خلفية انتخاب رئيس البرلمان، ويطالب نواب تقدم بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قبل البدء بالتصويت خشية من فوز سالم العيساوي بالجولة الثالثة، وفقا لمصدر برلماني أبلغ وكالة شفق نيوز. وتشير مصادر نيابية إلى انقسام بين كتلة الإطار التنسيقي بين من يريد استكمال عقد جلسة الانتخاب ومن يريد رفع الجلسة وعقد جلسة الانتخاب في يوم آخر. المصادر أوضحت أن كتلة العزم وكتل أخرى منضوية في الإطار ونواب آخرين يدعمون تولي سالم العيساوي يدفعون نحو استكمال الجلسة، بينما كتل أخرى من بينها دولة القانون وتقدم والصدارة التي تدعم تولي المشهداني منصب رئيس البرلمان يدفعون إلى تأجيل جلسة اليوم لحين الاتفاق وحسم منصب الرئيس. هذا ويحتاج استكمال الجولة الثالثة إلى حصول أحد المرشحين على 166 صوتا لتولي منصب رئيس البرلمان. الآن من بغداد مدير مكتبنا في العراق ماجد حميد. ماجد مرحبا بك، نريد منك توصيف ما حدث باختصار اليوم. نعم، هو هذا كان متوقع عند الذهاب إلى الجولة الثانية إذا لم يتمكن حزب تقدم من أن يحصل مرشحه محمود المشهداني على النصف زائد واحد من عدد أصوات أعضاء مجلس النواب. سيكون هناك فوضى ومنع لاستكمال الجلسة لأن حزب تقدم يرى بأنه هو صاحب الحقية السنية بترشيح شخصية واحدة، وفي ظل دعم كتل الإطار وانقسام كتل الإطار في ترشيح أو دعم مرشح بين الكتل السنية ما بين سالم العيسى ومحمود المشهداني، هناك كتل سنية تتهم الإطار بأنه هو من عمق هذا الخلاف ما بين الكتل السياسية، وبالفعل حدثت مشادات كلامية ما بين أعضاء كتلة التقدم والكتل السنية الأخرى كالحزم وكذلك العزم والسيادة، مما أدى إلى الاشتباك بالأيدي بالقرب من منصة رئيس البرلمان الذي يدير الجلسة مندلاوي. وأيضا هناك اتهامات للمندلاوي بأنه يسعى لعرقلة استكمال عملية التصويت على البرلمان لأنه هو الذي يدير هذا الاستفادي يتمثل بالمكون السني. سيكون هناك اجتماعات للكتل السياسية يوم غد لكتلة التقدم وكذلك لبعض كتلة الإطار التنسيقي لمناقشة ما حدث والخروج بموقف قد يدفع إلى عقد جلسة جديدة، لكن مثل المندلاوي كان قد صرح بعد هذا الاشتباك بأنه لن يسمح بعقد الجلسة إذا لم يكن هناك مرشحا واحد لرئاسة نواب، وكان مجلس النواب قد مدد الفصل التشريع لمدة شهر لمناقشة الموازنة الاتحادية واستكمال استحقاق الانتخابي لمنصب رئيس. نعم، جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، مدير مكتبنا في العراق ماجد حميد. وأناقش هذا الأمر مع ضيفي من عمان المحلل السياسي والأمنية العراقية الأستاذ رعد هاشم. أستاذ رعد مرحبا بك، دائما معنا على شاشة الحدث. لو كان هنالك توصيف إن صح التعبير لما حدث اليوم في البرلمان، كيف يمكن توصيفه؟ تحية طيبة لك أستاذ بصير والمتابعين. أهلا بحضرتك، أشكرك على الاستضافة.
يعني حلبة مصارعة، ويعني للمرة الثالثة أعتقد هذه المرة يدخل العسكر إلى البرلمان للأسف في بادرة يعني تدل على يعني ضعف الانضباط السياسي حقيقة وانهيار الأداء السياسي. وحسنا عرفنا أن لدينا مصارعين يعني في هذا السيرك، ولكن كنا نتمنى طبعا كممثلي للمكون أن يوفروا هذه الجولات المصارعة للحصول على مكاسب لمكونهم. حقيقة يعني واضح أنه هذا الانهيار في الإداء السياسي يدلل على ضعف الروابط التي تحكم المسار السياسي في البلد ككل. وإحنا شاهدنا اليوم حقيقة ممكن أنه مصارعة أو سيرك للإداء السياسي السني، ولكن أيضا هو انعكاس للخلاف السياسي ما بين الشيعة أيضا، لأنه كل جهة متصارعة هنا في التمثيل السني إن صح التعبير في هذه العملية التي جرت اليوم حقيقة، هي تمثل واجهة أو داعمة مساندة من قبل أطراف في الإطار الشيعي حقيقة. كل جهة من هذه الجهات هناك من يسندها من الخلف أو يسند مرشحها. هذه واضح يعني حقيقة. هو عندنا الآن إحنا تركيبة متشابكة من الخلافات المترابطة، سواء ما بين الإطاريين الذين يدعمون هذا المرشح ويدعمون ذاك، وما بين أنفسهم نفسهم اللي يعني يمثلون هذه الاتجاهات السياسية في الواجهة السنية. حقيقة مؤلم يعني هذا الاستعراض، قد يعني يبرر لك إياه البعض أنه تحصل في أرقى الديمقراطيات الأوروبية والحضارية والغربية والكذا، لكن يعني إحنا ممكن ديمقراطيتنا تتسم ببعض الشوائب صحيح، ولكن الضوابط الأخلاقية حقيقة يفترض أن هناك من يقول بأن ما حدث يعني خاصة هذا الاشتباك بالأيدي، اسمح لي أستاذ رعد، كان مفتعلا، يعني هذا كان أمر مفتعل فقط لعرقلة ما سيحدث لاحقا. أضف إلى ذلك بأن كما قال زميلنا ماجد حميد هنالك اتهامات أيضا تقال الآن ضد المندلاوي بأنه أيضا هو يهدف إلى عرقلة أيضا التصويت حتى يبقى في منصبه. أنا قلت له هذا الكلام قبل شهر على شاشتكم أنه هناك رغبة حقيقة إيرانية في إبقاء السيد المندلاوي وحتى رغبة شخصية من قبل السيد المندلاوي، ورغبة في عدد من لدى عدد من الأحزاب الشيعية في إبقاء السيد المندلاوي. ولكن أنتم إيش جالكم السنة؟ إيش بيكم؟ صار عليكم؟ يعني أنتم يعني صحيح يعني هناك جهات داعمة لكم، يفترض أنتم تلعبوها صح وتعتمدون ماشي على هذا الدعم، فليكن وفليكن أيضا مفتعلة. أستاذ أخي العزيز بصير، أنا شوي أستصعب الاسم بصير على صحيح في شوية صعود بصير تفضل ولا يهمك. فعلا هو هذا الدعم يفترض يترجم حقيقة إلى إداء يعني مناسب في تمرير هذه الجلسة. نعم مفتعل، ونعم هناك حق حقيقة للأغلبية جماعة التقدم، ولكن لا تحل الأمور هكذا. يعني ربما لو سارت الأمور بانسيابيتها وسلاستها بعيدا عن هذه الاستعراضات ربما كان أعطوا انطباع إيجابي يعني متحضر غير هذا الذي شفناه حقيقة. يعني أنا كنت متوقعه، لأنه هناك كانت بعض الإشارات تؤكد أنه قد يلجأ الطرف اللي يعني متضرر ويعتبرون نفسهم أقصد متضررين اللي هم التقدم، قد يلجؤون إلى مثل هذه المناورة، لكن يعني ليس بهذه الحدية حقيقة وبهذه. طيب إذا سألنا السيناريو المقبل أستاذ الحالة عاد. المتضررة اللي السيناريو المقبل لما حدث اليوم، أنا مصر تفشل أي عملية أخرى. يعني ربما يلومني البعض على هذا إصراري، لكن أنا قلته بشاشتكم قبل هذا الوقت،
أنا أعتقد يعني يحصل نفس هذا السيناريو، وهو مو بكيفه السيد المندلاوي كما قال الأخ ماجد أنه يختار يعني أن يأتون بمرشح واحد. ليش؟ جوز يجون 4-5، هي ممارسة ديمقراطية ولا يعني الديمقراطية هي يعني بهالشكل يعني على المزاج؟ لا، يجوك 4-5 ويجوك 10 يجوز، بس الأفضلية بالإداء السياسي بعيدا عن الألفاظ والغلط والتجاوزات التي حصلت، هذا الإداء المحكم لإدارة الجلسة، هذه اللي تمكنك أن تعبر شوط وأكثر وجولة وجولتين وثلاثة. أنا أعتقد يبقى هذا المسار. شكرا. يعني يبقى على هذا الجمود، وأعتقد أي محاولة أخرى قد تفشل وسيستمر المندلاوي، أخذوها من عندي. شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، أيضا من عمان المحلل السياسي والأمني العراقي الأستاذ رعد هاشم، شكرا لك. كشف موقع ولا الإسرائيلي عن تفاصيل محادثات سرية جرت بين واشنطن وإيران هذا الأسبوع في عمان بشأن التصعيد في المنطقة والبرنامج النووي أيضا، وأوضحت واشنطن خلال المحادثات العواقب التي قد تترتب على عمليات إيران ووكلائها في المنطقة، كما أعربت عن قلقها إزاء التصعيد في البرنامج النووي الإيراني. ووفقا للموقع، فقد مثل واشنطن كبير مستشاري رئيس جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكورغ والمبعوث لشؤون إيران أبرام بالي، في حين لم يتضح من هم الممثلون عن إيران الذين شاركوا في هذه المحادثات. قالت مصادر الحدث أن مسيرة إسرائيلية صادفت سيارة قرب حاجز للفرقة الرابعة السورية على الحدود مع لبنان، كما أكدت نجاة الشخص المستهدف بالمسيرة الإسرائيلية. قالت القيادة المركزية الأمريكية أن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون في البحر الأحمر استهدف ناقلة للنفط، وهي MT ويند التي ترفع علم بنما وتملكها وتديرها اليونان. الاستهداف تسبب وفقا للقيادة المركزية بحدوث فيضانات أدت إلى فقدان السفينة للدفع والتوجيه. رغم ذلك أكدت القيادة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات، كما أن السفينة لم تكن بحاجة إلى مساعدة. من أوكرانيا، تتابع الحدث عمليات إجلاء المدنيين من المناطق الحدودية قبل ترحيلهم إلى مناطق آمنة في خاركيف. نتابع. تتصل الشرطة الوطنية الأوكرانية بمن تعلم بوجودهم في المناطق التي تتعرض لهجوم في إقليم فولشانسك وكل المناطق التي تشهد هجوما روسيا، أو تتلقى البلاغات من المواطنين الراغبين بإجلائهم، ثم تسارع بالدخول إلى تلك المناطق الخطرة لإخراجهم منها، ولا تترك خلفها حتى حيواناتهم الأليفة. لقد نفذنا للتو مهمة إجلاء 4 أشخاص من مدينة فولتشانسك تحت نيران الروس، وسلمناهم إلى المنسقين لشؤون النازحين لمواصلة ترحيلهم إلى خاركيف. يتم تجميع المدنيين في هذا المركز القريب من فولشانسك، ثم تحدث عملية فحص لأوراقهم وتسجيل بياناتهم، ثم ترحيلهم إلى مدينة خاركيف لإسكانهم في مراكز الإيواء وتقديم المساعدة اللازمة لهم. سيتم ترحيل الجميع إلى مركز خاركيف، حيث سيتم تأمين المساعدة الإنسانية والقانونية والنفسية، وبعد ذلك يتم تقديم السكن بدون أي مقابل، وإذا أراد الناس الذهاب إلى أقربائهم يتم تفصيلهم. وصل ديمتري مع زوجته وأطفاله 6 إلى مركز تجميع النازحين بعد أن دار قتال في قريتهم التي تبعد 8 كيلومترات عن الحدود الروسية. هذا هو حال سكان فولشانسك والمناطق المحيطة بها، فالمنطقة تتعرض لقصف روسي عنيف ويدور القتال فيها، ما عقد وضعها الإنسانية، فخرج الناس فارين من ويلات الحرب يحملون معهم القليل من الأمتعة والكثير من المخاوف والتساؤلات حول ما سيحل بهم وبديارهم، وما إذا ما كانوا سيعودون إليها. حذيفة عادل، فولشانسك، ولاية خاركيف.
مشاهدينا بهذا انتهت ملفات هذه الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية. بإمكانكم دائما متابعة آخر الأخبار على منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحدث والتفاعل معها وزيارة أيضا الحدث.net. دقائق قليلة وعد وألتقي بكم لفتح ملفات الساعة الثانية. كونوا بخير دائما، إلى اللقاء. أزمة حقيقية في ليبيا، هم لا يريدون انتخابات، لا يريدون للشعب الليبي أن ينتخب رئيس. هل يستطيع رقاء المشهد في ليبيا الاتفاق دون وسيط؟ جهود سياسي وفشل في لم شمل الفرقاء. الفرقاء الليبيين تحكمهم مصالح، حل للأزمة السياسية لا يبدو قريبا على الإطلاق. هل الحل كان بأن تتجه الأمم المتحدة بحل حكومة الدبيبة؟ كل الأجسام السياسية الموجودة في ليبيا تعمل بشرعية الأمر الواقع. هل فوجئت باستقالة باتيلي أم كان هذا الأمر متوقعا؟ أين الاجتماعات الليبية الليبية؟ الفشل الأول هو مسؤولية الأطراف الليبية. لماذا يفشل الجميع في حل الملف الليبي ولماذا يهرب الجميع؟ هذه هي الشاشة التي يمكنكم من خلالها أن تتابعوا الأخبار بلا توقف وعلى مدار الساعة لتكونوا على معرفة بما يجري في محيطكم بدقة ومصداقية. نناقش أهم الملفات ونطرح قضاياكم وقصصكم ونسأل ونبحث ونتحرى لأننا نسعى دائما لرصد الحدث. أعرف الأخبار وتابع الحدث. نتيجة الاضطهاد والصراعات والعنف أكثر من 108 ملايين شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم. في أكثر من 135 دولة هربوا باحثين عن المأوى، عن الغذاء والرعاية الطبية. فالضحايا بالآلاف والأرقام في تزايد والحكايات تختزل بين الصمود والبقاء. The solution to this humanitarian tragedy is not humanitarian, it is political. كيف احنا نعيش؟ كيف جاوبونا؟ طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. نقل الأخبار وتغطيتها يحتاج التزاماً لأخلاقيات المهنة وميثاق العمل الصحفي، فلا تقتصر هذه الأخلاقيات على ما ينبغي قوله أو تصويره، بل تكشف للناس ما هو أبعد من ذلك كي يروا عن قرب ماذا يحدث حقاً.
في كل تغطية إعلامية. فمبدأ التوازن هو المعيار، والمصادر الموثوقة هي المرجع. انقسام علني بسبب اليوم التالي للحرب. جانتس يمهل الحكومة 20 يوما، ونتنياهو يرد: عليك تحديد مهلة لحماس. جلسة البرلمان العراقي تنتهي باشتباكات بالأيدي بين النواب بعد إخفاق المجلس في انتخاب رئيسه. عودة الاشتباكات المسلحة إلى الزاوية بين ميليشيات تابعة لحكومة الوحدة الليبية ودعوات لهدنة إنسانية. حركة جيش تحرير السودان وحمدوك يوقعان إعلان نيروبي لمواجهة المخاطر التي تهدد البلاد. محكمة النقد المصرية تقضي برفع اسم نجم كرة القدم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب. مرحبا بكم مجددا في ساعتنا الثانية، ونبدأها أيضا فيما يحدث بقطاع غزة من تطورات. فلم يهدأ دوي الانفجارات الناتج عن القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي على جباليا شمال القطاع ضمن العملية العسكرية المستمرة منذ أكثر من نحو أسبوع. هنا من منطقة مشروع بيت لاهية، مجزرة جديدة بحق سكان هذه المنطقة التي سوي منازلها بالأرض بعد صاروخ حربي دمر هذه المنازل. ما زالت جهود المواطنين تستمر في محاولة انتشال منهم تحت أنقاض هذا المنزل. هذا المربع السكني الذي تم استهدافه بهذا الصاروخ الحربي دمر عددا من المنازل المتلاصقة، بيوت من الأسبست وكذلك بيوت من الباطون تم تسويتها وتدميرها بشكل كامل. وهنا أشلاء أحد الأشخاص الذين يحاول المواطنون انتشالهم هنا في هذه اللحظات. طواقم الدفاع المدني لا تستطيع التعامل مع كل هذه الاستهدافات المتكررة في مناطق شمال قطاع غزة، حيث الآن في منطقة معسكر جبالة يوجد أيضا استهداف آخر تتوزع فيه الطواقم الإسعافية. الآن هنا انتشال أيضا طفل صغير من تحت أنقاض هذا المنزل. والله أنا كنت في المستشفى بقى بسعف الناس قاعد، أنا إجا لقيت ضربة أحزم ناري، رجعت لقيت بيتي اللي ضارب مضروب، لقيت دار ولاد عمي برضك رايحين هيهم في الحزام الناري، ودار صالحة ودار السلاوي ودار الحاو كلهم حوالين بعض. إحنا أولادي هاي تحت، أولادي هيهم الزنب أولادي، أنا الزنب بدول أطفال هذول صغار هذول، شايف الزنب يا الله. حسبنا الله الوكيل يا شيخ على كل صار. بس الآن يحاول المواطنون انتشال منهم تحت أنقاض هذا المنزل. هذه المنطقة هي منطقة بيوت متلاصقة جنبا إلى جنب، هناك ناجين تحت أنقاض هذا المنزل، حاول المواطنون انتشال منهم تحت أنقاض الأنقاض. هنا أوضاع صعبة يعيشها المواطنون في منطقة جبالية بعد استهدافات متكررة من صباح هذا اليوم في هذا المربع السكني. الكثير من الاستهدافات منذ صباح هذا اليوم طالت معسكر جباليا، لم يكن آخرها هذا الاستهداف لهذا المربع السكني الذي دمر وسوي بالأرض بفعل صاروخ حربي. انتشل الكثير من الأشخاص من تحت أنقاض هذا المنزل، وما زال الكثيرون تحت أنقاضه. عبد القادر صباح لقناتي العربية والحدث من شمال قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى في غزة إلى 35,386، بينما زاد عدد المصابين إلى 79,366. وقالت الوزارة في بيان لها إن 83 فلسطينيا قتلوا وأصيب 105 آخرون نتيجة الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت أن عدد
عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام ولا حتى تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم. أجبرت القدرة المحدودة لإدارة الدفاع المدني المحلية بسبب الحرب السكان المحليين على إنقاذ أحبائهم المحاصرين تحت الأنقاض بأيديهم العارية في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى تدمير المباني على نطاق واسع والارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين، ولم تبق أي مباني سليمة في حي الزيتون، حيث يقوم الناجون بتمشيط المباني المدمرة بحثا عن عائلاتهم المفقودة. ما قدرناش نوصل نتواصل مع الأولاد ولا مع جارنا لأنه خلاص فقدنا الاتصال معهم. طلعنا ولد من الأولاد فما قدرناش نكمل أطلوع لأنه صعب أطلوعهم، فسبناهم وطلعنا. طبعا هناك عجز واضح لدى طواقم الدفاع المدني الآن في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، ومن أهم ما نعانيه حقيقة هو قضية عدم توفر المعدات وعدم توفر الإمكانيات، وهذا الأمر أدى إلى أن يكون هناك عدم قدرة للتعامل مع المفقودين تحت الأنقاض. إحنا طبعا الشباب يعني بتكاتروا مع بعض، بيرفعوا الحجار بإيدهم بالأدوات التقليدية باللعب الطرية بالكريك بالفاس باللادة حتى يقدروا ينشلوا الجثمان. وللوقوف على آخر التطورات فيما يحدث في قطاع غزة، من مدينة غزة تحديدا ينضم إلينا مراسل الحدث خضر الزعنون. خضر مرحبا بك ويعطيك ألف عافية. بداية تضعنا في صورة آخر التطورات حتى الآن. نعم بصير، يعني آخر التطورات هي لا زالت على حالها، خاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة وتحديدا في جباليا، في بلدة جباليا ومخيم جباليا، هاتين المنطقتين اللتين تتعرضان يعني للعملية العسكرية العنيفة، حيث الغارات الإسرائيلية المكثفة والتي تترافق أيضا مع قصف مدفعي من قبل دبابات الجيش الإسرائيلي وأيضا من قبل مدفعية الجيش الإسرائيلي، حيث كان يعني يوم أمس يوم قاسٍ على الفلسطينيين بعيدة استهدافات لعدد كبير من منازل المواطنين، كان أبرزها استهداف مربع سكني كامل في محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جبالي. هذا الاستهداف أدى إلى سقوط عشرات الفلسطينيين وغالبيتهم من الأطفال ومن النساء، وأيضا جرح العشرات أيضا من الفلسطينيين. وفقا لمستشفى كمال عدوان فإن نحو 40 فلسطينيا سقطوا ضحايا ونحو 100 من الجرحى والمصابين في هذه الاستهدافات التي تمت منذ الصباح الأمس وحتى ساعات المساء، كلها في المنطقة المحيطة بمستشفى كمال عدوان جراء هذه الاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية. لكن أيضا هذا كله يحدث في ظل بصير يعني معارك ضارية تدور بين المقاومين الفلسطينيين وخاصة من كتائب القسام وسرايا القدس، والذين يتصدون ويواجهون الجيش الإسرائيلي بآلياته وعتاده في تلك المنطقة، خاصة المنطقة الشرقية من جباليا وأيضا في مخيم جباليا. كتائب القسام يعني كانت أعلنت أنها أجهزت على 20 جنديا إسرائيليا وتم استهداف وتدمير نحو 9 من الآليات العسكرية، هي عبارة عن 5 دبابات وناقلتي جند وجرفتان. وأيضا كتائب القسام تقول إنها قامت بقنص جندي إسرائيلي وتفجير فتحة نفق بعدد من الجنود الإسرائيليين، إضافة إلى أنها قامت أيضا بإطلاق صاروخ من نوع سام صوب مروحية إسرائيلية من نوع أباتشي، كما تم قصف أيضا مركز قيادة للجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وأيضا تم يعني إطلاق النار صوب يعني الجنود الإسرائيليين. لكن أيضا سرايا القدس هي بدورها والتي أطلقت رشقة صاروخية صوب عسقلان تصدت للجيش الإسرائيلي في المحاور المختلفة في جباليا، سواء في جباليا البلد أو أيضا في مخيم جباليا، وأعلنت أنها يعني أجهزت على عدد من الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة. أيضا هذا نعم بصير معك تفضل أكمل. نعم هذا يحصل أيضا في ظل استهدافات في عدد من مناطق ومحاور مختلفة في قطاع غزة. في حي زيتون الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت على الأقل
منزلين في المنطقة الشرقية من هذا الحي، وأدى ذلك إلى وقوع إصابات في صفوف المواطنين والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة. أما في المناطق الوسطى فمخيمي النصير البريج والمغازي تعرض بهما أيضا أكثر من منزل لعملية قصف من قبل الجيش الإسرائيلي. ولكن في المناطق الجنوبية وتحديدا أقصى جنوب قطاع غزة مدينة رفح، هذه المدينة الأحياء كحي السلام والبرازيل والجنينة ومنطقة التنور تعرضت أيضا لعدد من الاستهدافات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية، والتي ترافقت أيضا مع أطلاق نار من طائرات الكواد كابتر وقصف بالمدفعي، سواء من مدفعية الجيش الإسرائيلي أو حتى من الدبابات التي أطلقت عدة قذائف صوب منازل المواطنين. وهذا أدى أيضا إلى سقوط أعداد من الضحايا والمصابين والذين تم نقل غالبيتهم إلى مستشفى الكويت التخصصي والذي يقع طيب في المنطقة. بالحديث عن المستشفيات خضر، اعذرني على المقاطعة، فيما يتعلق بالمستشفيات كيف تبدو الأوضاع حاليا؟ أيضا نريد أن نفهم أحوال الناس من حيث المأكل والمشرب. نعم، فيما يتعلق بالمستشفيات وخاصة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، مستشفيي كمال عدوان وأيضا مستشفى والعودة، هذين المستشفيين واللذين باتا ضمن مسرح العمليات التي يعني التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة، هذين المستشفيين يعانيان من يعني هذه الاستهدافات المتواصلة من الجيش الإسرائيلي، وتفوق يعني أعداد الجرحى والضحايا التي تصل إلى هذين المستشفيين قدرة الأطباء في التعامل معهما، وأيضا قدرة هذين المستشفيين وهما يعتبران مستشفيين يعني صغيرين للتعامل مع هذا العدد الكبير من الجرحى وأيضا الضحايا. إضافة أيضا إلى أنه وفقا للدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان فيقول أنه يعني لا توجد إلا كميات قليلة جدا من الوقود داخل هذا المستشفى، وربما خلال الساعات القادمة إذا ما تم إدخال الوقود ستتوقف أقسام حيوية في داخل هذا المستشفى، وأبرزها يعني قسم العناية المكثفة والحضانة داخل هذا المستشفى، حيث أن مستشفى كمال عدوان هو المستشفى الوحيد الذي كان يستقبل المرضى من الأطفال وأيضا الجرحى من الأطفال، لذلك هذا المستشفى بات حاليا ضمن أسرح أو عمليات الجيش الإسرائيلي. أما في المناطق الجنوبية فأيضا المستشفيات تعاني في ظل إغلاق أو استمرار إغلاق الجيش الإسرائيلي لمعبري كرم أبو سالم وأيضا رفح. نعم، جزيل الشكر لك على كل هذه المعلومات، ودقائق قليلة لا تكفي ما يحدث الآن في القطاع، سنحاول أيضا العودة إليك في حال ورود أي جديد ونتحدث أكثر فيما يتعلق بالحالات الإنسانية من حيث الطعام والشراب هناك في القطاع والتي تبدو مأساوية وفقا للتقارير الأممية. شكرا وجزيل الشكر لك من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون. ما بين الحرب والرياضة يقاتل أهالي غزة بالتمسك بالحياة، ففي النصيرات وسط القطاع يستمر الشباب بالتمارين اليومية رغم شح الإمكانات في الصالات الرياضية وعدم توفر بديهيات الطبيعة أو البديهيات الطبيعية التي تمهد أو التي تسخر لممارسة هذه الرياضة. المزيد في هذا التقرير. ناد رياضي في الجحيم، نعم هذا هو حال الشباب في غزة. ما بين دفع وشد يمارس الشباب تمريناتهم التي اعتادوا عليها، لكن لا شيء ظل على حاله في قطاع منكوب من شماله إلى جنوبه. مشاعر مبعثرة ما بين ألم وتفريغ غضب الحرب، كل هذا كان هنا في هذه الصالة الرياضية بالنصيرات وسط القطاع. فمع الضغوط النفسية التي خلفتها الحرب والحزن الشديد، أصبح إقبال الشباب على النادي كما كان عليه قبل الحرب إن لم يكن أكثر، كما وصف صاحب الصالة الرياضية أحمد شلبي. فتحين رغم الظروف الصعبة هذه، الرياضة اللي منحبها اللي منمارسها، بقينا نمارسها قبل الحرب، وجت الحرب علينا وصرنا نمارسها أثناء الحرب كمان، رغم الدمار ورغم الحصار مستمرين، والشباب لعبوها وحبوها لأنه من الكبت من الحياة اللي منعيشها. لكن الرياضة تواجه بديهات الطبيعة، فبسبب شح المواد الغذائية يعاني الشباب هنا من قلة توفر البروتين الكافي لإمدادهم بالطاقة اللازمة لخوض التدريبات. الحين في المعلبات
طبعا لباتها مش كلها مش غير يعني الفول كويس يعني ربما منه هيك شيء بسيط. واللي عندك التونه يعني من المعلبات هي التونه والفول، اما الباقي كله على الفاضي يعني ما فيش فيه الواحد يقاوم نفسه. البلد أنا من ضيوف كلش ضيوف طول اليوم. ما بين الحرب والرياضة يقاتل الغزيون خصوصا بالتمسك بالحياة. العنود العبدلي، الحدث. إلى ليبيا هذه المرة، حيث تشهد مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس هدوءا حذرا بعد اشتباكات عنيفة جرت بين فصيل قوة الإسناد الأولى التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة وفصيل آخر يتبع لجهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي، وذلك على خلفية اعتداء بعض مسلحي الطرفين على بعضهم الآخر بالقرب من أحد حواجز التفتيش بالمدينة. وزارة الصحة الليبية بحكومة الوحدة التي يقودها الدبيبة باتباع خطط الطوارئ وتنفيذ عمليات إخلاء المواطنين العالقين في مدينة الزاوية نتيجة الاشتباكات العنيفة. وفيما أفاد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي لقناة الحدث بوفاة شخص وإصابة ستة آخرين خلال الاشتباكات التي وصفت بالعنيفة. أشد الهلال الأحمر الليبي أطراف النزاع في مدينة الزاوية للتوصل إلى هدنة فورية تتيح لعناصره إخراج العائلات المحاصرة وتقديم المساعدات اللازمة. وأضاف الهلال الأحمر في بيان أن عناصر فريق الطوارئ تعمل على وضع خطط للوصول إلى المناطق التي تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين اندلعت يوم أمس. ناقشت هذه التطورات في الزاوية معي من طرابلس الدكتور مجدي الشبعاني أكاديمي وحقوقي. مرحبا بك دكتور مجدي، معنا دائما على شاشة الحدث. كونك الأقرب الآن إلى الزاوية، كيف تبدو الأوضاع هناك؟ مساء الخير، أحييك وأحيي متتبعي هذه القناة. أهلا بك. هناك هدوءا حذرا في هذه الساعات المتأخرة من مساء اليوم، تدخل كبير لأعيان منطقة الزاوية لوقف إطلاق النار ما بين المناطق أو صراع النفوذ ما بين هاتين القوتين. الأسباب يعني لا زالت غير معروفة، ولكن الاشتباك منذ البارحة كان قويا على ما يبدو. العائلات كانت عالقة، هناك ضحايا وفق مركز دعم الطوارئ وطب الميدان، العدد زاد عن 20 من الجرحى، ونسأل الله عز وجل أن يشفيهم وأن يكون في عون أهالي هذه المدينة. صراحة هناك غياب كامل لدور وزارة الدفاع وكذلك لدور وزارة الداخلية والمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وكذلك وزير الدفاع والسيد رئيس الحكومة لإعطاء أوامره بوقف الاقتتال الذي لم يتوقف. وكما تعلم أن منطقة الزاوية هي منطقة حيوية. فقط لكي يعني للتوضيح أكثر، متى صرح دبيبة بهذا التصريح؟ يعني كما تقول أنت أنه دعا للهدوء، يعني لا 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 يوجد أي تصريح. أنا استغربت عدم وجود أنا استمعت خطأ لربما نعم ولا من القائد الأعلى للجيش الليبي وهو المجلس الرئاسي. أعتقد أن الصراع كان هناك جريمة قد ارتكبت في المساء، وعلى إثرها خرجت بعض التظاهرات لوقف بعض الجرائم التي انتشرت مؤخرا، الهجرة غير شرعية وتهريب الوقود وغيرها. وكان هناك بعض المظاهرات تنادي بتفعيل مديريات الأمن ومباحث الجنائية وغيرها، وأن تكون هي المسؤولة عن الأمن في مدينة الزاوية نظرا لتعدد الأجهزة الأمنية بها والتي تتصارع على مناطق النفوذ كما تعلم. وهذا القتال ليس بالمرة الأولى صحيح يحدث في طب في ألم يكن هنالك تفاهمات مؤخرا؟ قيل بأن هنالك تفاهمات بين هذه القوى وهذه الميليشيات في ليبيا حتى يتم يعني البناء إلى حد ما على قاعدة أساسية تمهد إلى حل سياسي. مدينة الزاوية بها قوة عسكرية ضخمة جدا، كما تعلم أن أحد القوتين التي ينتمي منها السيد وزير الداخلية عصام بوزريبة اللي هو
متواجد في حكومة حماد في شرق البلاد، وكذلك علي بوزريبة وهو عضو مجلس النواب وهو الآمر السيد حسن بوزريبة، وبالتالي وكأن هناك صراع نفوذ قوي جدا، حتى آمر أو مساعد رئيس الأركان وآمر المنطقة الساحل الغربي بالكامل اللواء صلاح النمروش كذلك متواجد وهو من أبناء هذه المنطقة. فكان من المفترض يعني أن يكون هناك وثيقة أو أن يكون هناك حل لتوزيع مناطق النفوذ وتقليل هذا الصراع، لأن كلا القوتين كبيرتين، وفي حال يعني تصادمتا أكثر من مرة في هذه الحالة سيكون هناك يعني إيذاء مباشر للمواطنين والممتلكات العامة والخاصة. هل يمكن وضع المسؤولية، اسمح لي الدكتور مجدي، هل يمكن وضع المسؤولية أو تحميل المسؤولية بشكل أو بآخر إلى صمت الدبيبة حتى الآن؟ وكما تعلم يعني، وحتى نوضح للجميع بأن يعني كما ذكرنا في التقرير بأن إحدى هذه القوات أو أحد هاتين القوتين هي تابعة للحكومة، حكومة الدبيبة. أعتقد أن حكومة عبد الحميد بيبة أكيد أنها فتحت خطا من التواصل بشكل مباشر أو غير مباشر مع هاتين القوتين، ولكن كما تعلم أنه حتى قانون الدولي الإنساني أحيانا لا يوقف الاقتتال ولكن يجعل من الاقتتال رحيما، هو حتى فتح ممرات آمنة أحيانا يكون صعب حينما يشتعل فتيل الاقتتال ما بين أي طرفين متصارعين وتسقط دماء أو هناك إهدار لبعض الآليات، تكون الجهود صعبة جدا. لكن بالشكل الرسمي العلني لم نرى أي تصريح من كلا الحكومتين، وبالأخص الحكومة الأقرب وذات النفوذ التي من الممكن يعني أن توجه تعليمات إلى مساعد رئيس الأركان بفرض قوة حفظ سلام باعتباره من أبناء المنطقة، وهو كذلك لديه قوة كبيرة بإمكانها أن تبسط الأمن في هذه المنطقة. ولكن كما تعلم هناك حساسية كبيرة في قبائل منطقة الزاوية بشكل كبير، وكما تعلم ربما أن الصراع هو صراع نفوذ في المنطقة، وكالزاوية منطقة كبيرة جدا عدد سكانها يزيد عن 600 ألف نسمة تقريبا، وهي تمتد من الساحل إلى 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 بداية الجبل، وبالتالي تتميز بممرات ومناطق تضاريسية مهمة، مفهوم، مواقع مهمة جدا. طب نتحدث الآن عن عجز السلطات حتى إن كان في الشرق أو الغرب الليبي، يعني إلى متى يعني يمكن القول، أنا أتحدث لربما كما يقول الليبيون على مواقع التواصل، إلى متى هذا الصمت والعجز اتجاه ما يحدث من تفلتات في عموم ليبيا؟ الملف الأمني بصفة عامة لا يزال يعاني من بعض الإشكاليات أو بعض كما تعلم قبل أيام كانت هناك إشكالية في منطقة قريبة من الزاوية وهي منطقة المحادية، منطقة الجميل، وحدثت مظاهرات وكان بعض الأهالي يرفضون القوى المتواجدة وغيرها، وسبب كذلك إقفال معبر راس الدير. فأعتقد أن هذه الأمور هي مترابطة ببعضها وهي من المسببات التي أدت كذلك إلى التقاتل. كان من المفترض على رئاسة الأركان وسيد وزير الدفاع والقائد الأعلى للجيش الليبي أن يضعوا استراتيجية واقعية لرسم حدود القوى وكذلك مواجهة هذه الأمور، وفتح حتى تحقيق أمام الدعاء العسكري أو لجنة تحقيق من يعني هل رسم مناطق النفوذ يحل هذه المشكلات التفلتات؟ يفترض لأن هذه القوى تتبع بشكل مباشر لرئاسة الحكومة، وكما تعلم أنه في القانون الدولي الإنساني لديها آمرا وهي منظمة، وبالتالي قد ترقى بعض هذه الجرائم إلى جرائم حرب، يعني قد يعرض حتى الذين انثبتت يعني بعض الشهادات أو ضحايا أو أنهم قاموا بانتهاك قانون مبادئ وأحكام قانون الدولي الإنساني باستخدام قوة غير متناسبة أو غير متوازنة. أعتقد أنه حتى يعرض في التسلسل الهرمي هؤلاء لأن يكونوا معرضين بتحقيقات. رأينا تقريرا للبعثة، وهذا التقرير كما تعلم أن هناك لجنة العقوبات ترصد وكذلك قسم سيادة القانون في البعثة يرصد، وكل هذه الأشياء يجب أن تعالجها الحكومة وبشكل مستعجل جدا. جزيل الشكر لحضرتك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، أيضا من طرابلس الدكتور مجدي الشبعاني الأكاديمي والحقوقي الليبي. فاصل قصير نواصل من بعده. محكمة النقد المصرية تقضي برفع اسم نجم كرة القدم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب.
خلف عناوين الأخبار الكبيرة، انعكاسات تؤثر على حياة الناس بإيقاع الحياة اليومية وفي كل شارع وحي. نرصد لكم القضايا المحلية، تفاصيل دقيقة تعكس الواقع، الفساد، الفقر وعناوين كثيرة، نحلل ونفصل أحداثا صامتة غائبة أو مغيبة. مع بداية خيوط الحدث ستجدنا هنا في مكانك وزمانك. الحدث في مكانك، السبت 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. مرحبا مجددا إلى السودان هذه المرة، حيث وقع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إعلانا سياسيا مع رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور في العاصمة الكينية نيروبي. الإعلان حذر من أن استمرار الحرب ينذر بانهيار وتفتيت واختفاء السودان كدولة، ودعا الجيش والدعم السريع إلى الوقف الفوري لإطلاق النار تمهيدا للوقف الدائم للحرب. وأكد الإعلان على وحدة السودان والحكم الديمقراطي اللامركزي، كما نص على تأسيس دولة علمانية غير منحازة تقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات، وتأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة، ودعا لعقد مائدة مستديرة تشارك فيه كل القوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ المنضمة إلى هذا الإعلان. وشدد الإعلان على إعطاء الشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير في حال عدم تضمين مبادئ الإعلان في الدستور الدائم. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالية الفريق شمس الدين كباشي أن ورقة الحكومة السودانية التي طرحتها للتفاوض بشأن وقف العدائيات وتمرير المساعدات الإنسانية مرنة وقابلة للنقاش. الاتفاق مع الحركة الشعبية شمال يضمن وضعا للمعاناة التي يتعرض لها المواطنون نتيجة الحرب المستعرة بالمناطق التي تحت سيطرة الطرفين. وقال كباشي إن الحكومة لا تمانع في إيصال المساعدات إلى بقية الولايات التي تشهد أوضاع مماثلة، مشددا على ضرورة توافر الضمانات والتدابير التي تضمن سلامة العاملين في المنظمات الإنسانية، خاصة وأن الحكومة سبق وأن صادقت أكثر من مرة على إجراءات مماثلة خرقتها قوات الدعم السريع. أعلنت حركة جيش تحرير السودان بقيادة مصطفى تنبور عن دعمها للتعديلات التي أجازها اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء على قانون جهاز الأمن والمخابرات العامة. وقال رئيس الحركة مصطفى تنبور إن إجازة القانون هو انتصار للشعب السوداني، وأضاف أن السودان يتعرض لمؤامرة صرفت عليها مليارات الدولارات لتغيير الديموغرافيا والاستيلاء على موارد البلاد، مؤكدا دعم الجيش والأمن لإفشال تلك المؤامرات. وكان اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء قد أجاز تعديلات على قانون جهاز المخابرات، عادت وفق تلك التعديلات صلاحية الجهاز بالاعتقال والحصانات الممنوحة لمنسوبيه والمتعاونين معه أيضا، بالإضافة إلى تعديل يحظر الحجز على المؤسسات التجارية. أقول وبوضوح شديد أن عودة صلاحيات جهاز المخابرات العامة هو انتصار أولا للشعب السوداني الذي يموت في حله وترحاله، وهو انتصار للإرادة الوطنية، وانتصار لكل الوطنيين الشرفاء الذين ظلوا يقفون بجانب الشرعية ويقفون بجانب القوات المسلحة. هذا انتصار لهم، لأن الذين يسعون إلى تفكيك السودان خاب ظنهم تماما وخاب مسعاهم تماما، وهم الآن في حالة انهيار كامل.
أعلنت قوات الدعم السريع استعدادها فتح ممرات آمنة للمدنيين ودعت السكان للابتعاد عن مناطق الاشتباكات. جثث على رمالها، خوف ورعب في نفوس السكان، أصوات المدافع وأزيز الطائرات يدوي في سماء المدينة. إنها الفاشر غربي السودان. وفي خضم كل هذا العنف، قوات الدعم السريع أعلنت عن استعدادها لفتح مسارات لهروب المدنيين من القتال إلى مناطق آمنة. خيارات الفرار معقدة بقدر تعقيد النزاع نفسه. الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور، تحدها ولايات دارفور الأربع الأخرى التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع. ولكن شمالا تسيطر قوات الجيش السوداني على الولاية الشمالية التي ترتبط مع شمال دارفور بحدود يبلغ طولها 700 كيلومتر. مسار آخر وعر جدا عبر الحدود الدولية بين الولاية وليبيا من الشمال، أو عبر الحدود مع تشاد، وهي مساحات صحراوية جافة خالية من مقومات الحياة. الجزء الأكبر من الفاشر تسيطر عليه الحركات المسلحة، وتسعى قوات الدعم السريع للقضاء على ما تبقى من هذه القوات لإخراجها من معادلة الحرب. لكن تلك الحركات وأبرزها جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة دعت لاستنفار السكان ولا تبدو في وارد التراجع. أما هؤلاء السكان فيتناقلون بخوف الأنباء عن مصير قاتم لحق بولايات شهدت السيناريو نفسه مثل ولاية الجزيرة، حيث تحدثت مصادر متطابقة عن عمليات نهب للبيوت والممتلكات والسيارات. وهكذا يصبح الرحيل أم البقاء خيارين خطرين. الأمم المتحدة تبدو عاجزة عن توفير التمويل اللازم لإغاثة اللاجئين رغم نداءاتها المتكررة. الناطق باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة قال إن نداء المنظمة ليس مجرد نداء لنقص في التمويل، بل هو نقص حاد وكارثي في التمويل. أمر يزيد من تعقيد المشهد في الفاشر ويوحي بكارثة إنسانية كبيرة. تيجان خضر، العربية. أناقش آخر التطورات فيما يتعلق بالشأن السوداني مع ضيفي من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ عادل سيد أحمد. أستاذ عادل، مرحبا بك دائما معنا على شاشة الحدث. أبدأ معك فيما يتعلق بهذا الإعلان السياسي في الذي وقع في نيروبي بين حمدوك ومحمد نور، كيف تقرؤون هذا الأمر، خاصة وأن حمدوك وقع الاتفاق بشكل شخصي كما تقول يعني التقارير الرسمية بدون تقدم التي يرأسها؟ شكرا جزيلا، مساء الخير، التحية لكل مشاهدي الحدث. أهلا بك. أنا أعتقد أن مبدأ إقرار السلام سواء أتى من هنا من حكومة الأمر الواقع أو من القوى المدنية التقدم هو أمر مقبول ومطلوب وأمر محمود، لا شك في ذلك. ولكن نخشى ما نخشاه أن يتم إدخال ملف السلام في دائرة الصراعات السياسية، وهذه المسألة ضارة جدا بمشروع السلام، خاصة وأن لدينا تجربة عام 1972 في عهد الرئيس الأسبق جعفر نميري، وتجربة أخرى في 9 يناير 2005 في عهد البشير. دخل ملف السلام باب التكتيكات السياسية، لذلك انتهى إلى حرب من جديد في فترة نظام الرئيس الأسبق جعفر نميري، أو إلى انفصال جنوب السودان عام 2011. لذلك نحن نقول إن أي إرادة للسلام ما لم تتوفر فيها أو يتوفر فيها إجماع وطني فإن السلام سيقع في دائرة التكتيكات. وعلى كل إن أنا أعتقد أن الخطوة إن تبعتها خطوات جديدة في التعامل مع حكومة الأمر الواقع في هذا الملف، أنا أعتقد أن المسألة من الممكن أن يتم توسيعها ومن الممكن أن تسير بملف السلام إلى الأمام كبعد استراتيجي وليس بعدا تكتيكيا. طيب إلى أي مدى أستاذ عادل يعني ما يحدث، يعني قبل أيام قليلة وقعت أكثر من 50 حركة وحزب، أيضا اتفاقا سياسيا فيما بينها للوصول إلى حل لما يحدث، طبعا بدعم الجيش، الآن حمدوك وعبد النور. يعني إلى أي مدى هذه الحركات، وهناك حركات أخرى يعني في السودان، إلى أي مدى كثر هذه الحركات
والاتفاقيات فيما بينها وبين الأخرى يعقد الوصول إلى حل لا يسرعه؟ بلا شك أنا أوافقك الرأي تماما أن الكثرة بهذه الكثافة ربما تخلق شكلا من أشكال الغباش وتخلق شكلا من أشكال التباين، ولكن أنا أعتقد أن الإشكالية الأكبر تكمن في التعامل مع ملف السلام بفهم التكتيكات. حركة جون غارن تعاملت في هذا الملف مع حكومة البشير، حكومة النظام السابق، بتكتيكات انتهى الأمر بأنه لم يتحقق السلام بل تحقق انفصال جنوب السودان. أنا أخشى ما أخشاه أن يكون هذا الفهم سائد في عقلية عبد العزيز الحلو الذي يجري الآن مفاوضات مع حكومة الأمر الواقع في الخرطوم. نحن نقول أنه يجب أن تتوقف الحرب أولا، يجب أن يتم حسم الخلاف بين طرفي المكون العسكري ثانيا، يجب أن تتم عملية سياسية متكاملة تستوعب كل مقومات أو كل مكونات الأزمة السياسية في السودان. من يعطل هذا الأمر الوصول إلى حل سياسي وحتى الوصول إلى المفاوضات؟ هنالك اتهامات للدعم السريع بذلك حتى الآن، حتى يعني فيما يتعلق بالفاشر تحديدا أستاذ عادل، يعني هو من يصعد هذه التقارير وهذه الاتهامات توجه للدعم السريع وقادته. بلا شك أنا أعتقد أنه الموضوع دارفور يشكل عقبة كؤود أمام أي اتفاق أو أي فرصة للجلوس على مائدة للتفاوض، خاصة وأن هناك نداءات دولية موجهة للدعم السريع تحديدا بعدم التصعيد في دارفور، لأن التصعيد في دارفور يختلف عن التصعيد في الخرطوم أو في ولاية الجزيرة أو في أي ولاية من ولاية السودان، لأن دارفور يا سيدي العزيز هي ربع السودان. دارفور صحيح. تشكل قدرا كبيرا جدا من السودان، بها تباين قبلي حاد يقوم على العروبة وعلى الأفريقانية. لذلك لو تكرر سيناريو المواجهات القبلية في دارفور فإننا سنشهد النسخة الثانية من حرب الإبادة وحرب الانتهاكات وحرب التطهير وما إلى ذلك. لذلك أنا أعتقد أنه يجب أن تفكر أو يفكر الدعم السريع كثيرا، فالدخول إلى الفاشر يعني إشعال الحريق بشكل أكبر وخلق شكل من أشكال التباعد بشكل أوسع. يعني هذا يعني يوصلنا أو يدفعنا للتساؤل أيضا عن موضوع تأسيس الدولة العلمانية التي دعا إليها حمدوك والنور. سريعا أستاذ عادل سيد أحمد، إلى أي مدى يمكن لهذا الأمر أن يتحقق على أرض الواقع؟ السودان دولة علمانية غير منحازة تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان. صحيح سيدي العزيز، أنا أعتقد أن موضوع العلمانية والتوجه الإسلامي وما إلى ذلك لم تعد هذه القضية هي قضية الشعب السوداني. النظام السابق كان يتعامل بدغدغة العواطف، الحركة الشعبية كانت تتعامل بفهم رؤية أهل الجنوب. الآن السودانيون مهتمون جدا بوقف الحرب، مهتمون جدا بوقف الانتكاسات والانتهاكات التي تحدث الآن. أنا أعتقد أن إثارة هذه الجزئية تبدو كأنها نوع من أنواع الترف في ظل الحرب المشتعلة الآن. أنا أعتقد أن هذه المسائل من الممكن أن تناقش عبر مؤتمر دستوري واسع يجمع كل القوى السياسية، توضع فيه أجندة واضحة لعلاقة الدين بالدولة ولتوزيع السلطة وتوزيع الثروة وما إلى ذلك. ولكن هذا الأمر في هذا التوقيت أنا أعتقد أنه سيدفع الأمور إلى مزيد من الخلافات وسيعطي الفرصة إلى المتربصين بالسلام، وأنا أعني في لول النظام السابق، سيشتغل على هذه الجزئية وسيحاول دغدغة العواطف للمواطنين تجاه هذه المسألة. لذلك أنا أعتقد أن الأولوية الآن يجب أن تكون للسلام ولوقف الحرب ولتحديد مؤتمر دستوري يناقش القضايا بوضوح وبشفافية. شكرا جزيل الشكر لحضرتك من القاهرة، كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي السوداني الأستاذ عادل سيد أحمد.
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مدينة الفاشر شمال دارفور إلى مستويات غير مسبوقة مع شح وندرة في العديد من السلع وانعدام الكثير منها بسبب الحصار المفروض على المدينة منذ نحو 4 أسابيع. سوق نفاشة بمدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. من هنا يتواضع سكان المدينة التي تعيش بين ويلات الحرب والظروف المعيشية الصعبة، حيث يعاني السكان من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية. تجي الصباح عشان تاخذ حاجه بسعر معين، بعد ساعتين مثلا الساعه 12 تقدر تقول انه منتصف النهار تلقى الاسعار بتقلب. حاجه الصباح لقيتها ب 500 مثلا، النهار تجي يقول لك ب 700 عادي. فالشيء ده سببها كلها يا قفلان الطريق والاوضاع الامنيه الحاصله. وتشهد الاسواق شحا في البضائع والسلع وسط ركود كبير في حركه البيع والشراء في المدينه، فيما يشتكي التجار من صعوبة نقل السلع والبضائع بسبب الأوضاع الأمنية وشح الوقود. بداية ما قاعد تدخل كده بصورة مباشر لأن الشوارع قافلة، بالذات هنا كان بجينا البداية من مليد، من دبة إلى مليد وبدخل الفاشر، لكن الآن البداية ما قاعد تدخل لأن شنو البوابات محاصرة، والبداية ما قاعد تدخل لأن شنو البداية بقى بلف بمشي بأبزريقة وبمشي لحدي خزن جديد، بعد ذاك البداية بجي الفاشر، مرات كده بجي بتدخل الفاشر، لما يجي يدخل هنا بكون شنو في أسعار مرتفعة. معاناة فوق معاناة يعيشها الأهالي الذين فقدوا مصادر دخلهم بسبب الحرب وتوقف رواتب العاملين في الدولة والقطاع الخاص مع استمرار إغلاق البنوك والمؤسسات التجارية والشركات. السكر ده سعيد الشوال ب 85-90، الليل سكر ب 120، زيت من كم من 30 هسه الليل ب 38، زيادة 8000 سنت، صابون وصابون الليل ب 50-55، كمان ب 37-36 هسه الليل زايد 8000، وارتفاع مبالغ والله ما صوب نسبة تدخل الشوارع، وارتفاعات في الدولار هو عمل أزمة في الأسعار. اللي هو السوق ذاته هو بدا نادر حاجات ما بتلقى دكان ذات اي حاجه، 5-6 حاجات، والمواد هنا هو هنا كمواتين والتجار الاثنين سوا يعاني من المشاكل دي. وتحذر المنظمات الانسانيه من الحرب المندلعه في الفاشل التي تعرض حياه الاف السكان للخطر. اعتبر مسؤولو المنظمات التونسية أن الحرية في بلدهم تواجه انتكاسة شديدة وتصاعدا في التضييق على النشطاء والسياسيين والصحفيين واستخدام السلطات للقضاء لمعاقبة معارضيها في ظل حكم الرئيس سعيد. كما دعت المنظمات إلى توحيد الصفوف لمواجهة ما أسمته الهجمة غير المسبوق على الحريات وعدم القبول بخسارة حرية التعبير والعمل السياسي والنقابي الحر وعمل الجمعيات. يأتي ذلك عقب اعتقال 10 أشخاص هذا الشهر، بينهم محامون وناشطون وصحفيون ومسؤولون في منظمات من المجتمع المدني، الأمر الذي دفع منظمة العفو الدولي وهيومن رايتس ووتش إلى اعتبار ما يحدث في تونس من اعتقالات هو حملة قمع شديدة. في تطورات قضية ظهور الشاب الجزائري عمران بن عمر في ولاية الجلفة بعد قرابة 3 عقود على اختفائه، طلب أحد جيران الطرفين بالتريث وانتظار كلمة القضاء في القضية، منوها إلى أن الروايات المتداولة تتخللها الكثير من الثغرات التي يمكن أن تكشف عن مفاجآت مستقبل ستصدم الجميع. وأضاف جار الضحية والمتهم أنه لا توجد أي أثار لجروح أو إصابات على الشاب عمران، وهو ما يشكك في رواية استغلاله في السحر، مفندا في الوقت ذاته المعلومات التي تتحدث عن حيازة المتهم مبالغ كبيرة أو كميات من الذهب في منزله. للتذكير فإن القضاء أمر بفتح تحقيق في القضية ووجه اتهاما لجار الضحية البالغ من العمر 61 عاما بخطف شخص واستدراجه، في حين وجهت تهمة التستر على الجريمة لسبعة أشخاص آخرين.
في مصر قررت محكمة النقد إلغاء حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، في حين ستنظر محكمة أخرى في القضية بعد قبول محكمة النقد الطعن على قرار محكمة الجنايات. وضم القرار إلى جانب أبو تريكة 1529 شخصا آخرين، بينهم أسرة الرئيس الأسبق محمد مرسي ومرشد الإخوان محمد بديع وعدد من قيادات وأعضاء الجماعة، والذين تم إدراجهم أو أدرجتهم محكمة الجنايات على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة باسم تمويل جماعة الإخوان. وكانت تحريات أجهزة الأمن المصرية كشفت عن امتلاك أبو تريكة ثلاث شركات إحداها سياحية نظمت رحلات لعناصر الإخوان إلى تركيا، كما أفادت معلومات بأن نسبة كبيرة من أموال شركات أبو تريكة كانت تخصص للإنفاق على تلك العناصر. رفع اسم أبو تريكة من قائمة الإرهاب دي حاجة كويسة جدا، لأن المفروض أصلا الرجل ده اتقيم، هو يعني اتظلم جامد، وأنا من الناس اللي بحبه جدا، الرجل ده فرحنا كتير، ومن الناس اللي هو جد يعني فخر العرب كلهم، الناس كلها مفتخرين بيه، لازم احنا كمان نكون مفتخرين بيه. والله انا بتمنى من كل قلبي الموضوع ده يكون فعلا اترفع اسمه من قوائم الارهاب، انه يرجع نادي الاهلي تاني ويكون يتعلم الدرس كويس قوي، ان هو ما يتورطش مع الاخوان في حاجه تانية، ويتكلم بس في الرياضه، هو كراجل رياضي او راجل على اخلاق ما فيش كلام، ما حدش يختلف عليه، لكن نتمنى ان هو الفتره الجايه ان شاء الله يلتزم رياضيا وملوش دعوه بالسياسه. والله قرار جميل من الحكومه، يعني ابو تريكه لاعب كبير ادى للنادي الاهلي كتير وادى لمنتخب مصر وشرف الكره المصريه كتير في بطولات افريقيا مع الاهلي في كاس العالم للانديه، واخلاقيا لاعب كبير وادى الكره المصريه كتير، فده قرار ممتاز، يعني حاجه تحسب لهم. يعني دقائق قليلة وسيكون معنا من القاهرة العاصمة المصرية لمناقشة هذا الموضوع تحديدا أحد المحامين هناك. ونذكركم بأن المحكمة محكمة النقد المصرية ألغت حكم محكمة الجنايات بإدراج اسم اللاعب محمد أبو تريكة من على قوائم الإرهاب، إضافة إلى المئات من الأشخاص الآخرين. إذن أرحب بضيفي الذي بات جاهزا الآن من القاهرة، الأستاذ عصام حجاج، محام بالنقد. مرحبا بك أستاذ عصام، وأهلا بك دائما معنا على شاشة الحدث. أسألك السؤال الذي تداوله الكثيرون بداية بعد هذا الإعلان من المحكمة محكمة النقد، هل هذا يعتبر لربما طعما بين قوسين لاستدراج أبو تريكة إلى مصر ثم حبسه أو ثم محاكمته لاحقا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو للأسف الشديد الناس متخيلة أن القرار بتاع محكمة النقد ده غير من الأمر شيء، كأن لم يكن، بمعنى أن ما زال الملف كما هو، بمعنى آخر من ناحية القانونية أن ما زال محمد أبو تريكة وغيره من المتهمين المدرجين بقوائم الإرهاب ما زال القرار كما هو ساري في حقه. محكمة النقد مش زي ما شايع على السوشيال ميديا انها تم الغاء القرار، لم يلغى القرار، ولكن المحكمة قبلت الطعن المقدم واعادت قرار الادراج لنظره امام محكمة جنايات اخرى غير التي اصدرت قرار الادراج، بمعنى أن محكمة الجنايات التي سيتم عرض قرار الإدراج السابق اللي قبلت النهاردة الطعن فيه محكمة النقد، يجوز لها أن تؤيد القرار أو تلغيه أو تعدله. طيب واحد هيجي يقول لي النهاردة القرار كما هو، نعم القرار كما هو، لأن في آثار تبعية لصدور القرار ما زالت قائمة، بمعنى أنه يحق للدولة سحب جواز السفر، عدم جواز تجديده، الغائه، مازال اموال ابو تريكة متحفظ عليها هو والاخرين، ومن ثم لم يغير ما صدر اليوم من الامر شيئا. طب امتى؟ حينما تصدر محكمة النقد قرار بالغاء هذا القرار. محكمة النقد اليوم لم تلغي هذا القرار، ولكن قبلت الطعن واعادت
قرار الإدراج لمحكمة جنايات أخرى غير التي أصدرت قرار الإدراج السابق. طب هذا القرار يعني أيضا يمنع أو لا يخول أبو تريكة وغيره إلى العودة إلى مصر؟ محمد أبو تريكة لم على ما أعلم لم يصدر له قرار بالضبط والإحضار، ولكن العودة إلى مصر زي ما احنا بنقول، ما هو أصلا وهو موجود في قطر يجوز أنه هو يعود إلى مصر، ما قلتش لا، لكن هذه القرارات بمجرد صدور قرار الإدراج لا يحق له الترشح في مجالس إدارات الأندية، بيفقد حسن السير والسمعة بمجرد صدور قرار الإدراج بوضعه على قوائم الإرهابيين أو الانتماء إلى جماعة محظورة، ومن ثم لو رجع مصر زي ما احنا بنقول مش هيعرف يخرج من مصر، لأن يحق للدولة وفقا للأصل التبعية أنها تسحب جواز السفر أو عدم تجديده أو منعه من السفر. كل هذه القرارات موجودة وموجودة قبل محكمة النقض النهاردة ما تقبل الطعن. طيب يعني النهاردة ما فيش لم يغير ما أصدرته محكمة النقض اليوم شيئا من سبق. طب ما الذي يعنيه يعني ذلك؟ ما الذي يعنيه؟ لم يغير شيئا، ما حدث اليوم لم يغير شيئا، كل هؤلاء الذين قيل بأنهم رفعت أسماءهم من لوائح الإرهاب بقوا فيها. طب يعني هذا الأمر يمهد مثلا لتبرئتهم لاحقا مثلا ضمن السيناريوهات أستاذ عصام؟ طيب بص حضرتك عشان بس يبقى الناس كلها والمشاهدين عارفين اللي حصل كالآتي. اللي حصل ان القرار صدر سنة 2018 لمدة 5 سنوات، أصدرته المحكمة قرار بإدراج محمد أبو تريكة وآخرين 1529 على قوائم الإرهابيين. طيب أنا عندي المحكمة النيابة العامة بتتقدم بالنسبة للكيانات الإرهابية وبالنسبة لأسماء الإرهابيين، بتحصر العدد، بتقدمهم بمذكرة من النائب العام إلى محكمة الجنايات مشفوعة بالمستندات والتحريات، كل شيء ممكن يدين هؤلاء المتهمين، ومحكمة الجنايات بتصدر هذا القرار. بتصدره بناء على ايه؟ طب مين الارهابيين اللي هم موجودين في قوائم الادراج او الكيانات الارهابية؟ كيانات الارهابية معروفة اي منظمة او مؤسسة او جماعة بتعرقل سير القانون، بتعرقل الدولة عن الاداء اعمالها، النهاردة بتؤذي الاخرين، بتعرض اموالهم او حياتهم للخطر، وبالنسبة للأشخاص المنتمين إلى هذه الجماعات أو اللي بيمولوها. هذه القوائم بتعرض على محكمة الجنايات. محكمة الجنايات إذا رأت أن تصدر قرار بإدراجهم على قوائم الإرهابيين بتصدر هذا القرار. هذا القرار بمجرد صدوره يجب النهاردة أن هو ينشر في الجريدة الرسمية. من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أصبح هذا القرار ساري في حق هؤلاء. لمحكمة النقض، محكمة للنيابة العامة ولذو الشأن أن يطعنوا في ذلك القرار خلال 60 يوم. اللي حصل كالآتي، إن تم إدراج الكيانات الإرهابية وال1529 سنة 2018 بموجب القرار 5، وصدر ذلك القرار وساري لمدة 5 سنوات تنتهي في 23. سنة 23 النيابة العامة طلبت من محكمة الجنايات مد هذا القرار، وافقت محكمة الجنايات على مد ذلك القرار لسنة 28. ذو الشأن اللي هم المحامين اللي احنا بنقول عليهم اللي هم بيتقدموا بطلب او طعن على ذلك القرار امام محكمة النقض، طعنوا على ذلك القرار. في فرق بين ان محكمة النقض تلغي هذا القرار، وفي فرق بين انها قابلة الطعن. الفرق بين الاثنين، اذا الغت هذا القرار اصبح حكم بات، ومن ثم ده اللي احنا بنقول عليه التصدي، اصبح حكم بات، وبالتالي نستطيع ان نقول ان هناك الغاء لذلك القرار. ما حدث اليوم غير ذلك على الاطلاق، هي قابلة الطعن واعادت القرار لمحكمة جنايات اخرى، ومن ثم اصبح القرار كما هو لم يلغى بعد،
يلغى امتى؟ بصدور حكم بات من محكمة النقض. والامر الثاني ان النيابة العامة ممثلة في النائب العام تتقدم لمحكمة الجنايات زي ما حصل بالنسبة لصفوان ثابت وتقول خرجوا الراجل ده من قائم الارهابيين. اصبح الراجل دوت حسن السير والسمعة. يبقى حاجة من اتنين، يا تلغي محكمة النقض القرار، يا النائب العام يتقدم باخراجه من قائم الارهابيين. اللي حصل النهاردة مش ده على الاطلاق. اللي حصل النهاردة قبول الطعن ومن ثم اعادة الاوراق الى محكمة جنايات اخرى لنظر في ذلك القوائم او ذلك الادراج. الاثار التبعية اللي موجودة على قوائم الادراج ما زالت موجودة. وضحت الفكرة. اعذرني جدا، حافظ على اموال زي ما هو، انتهى وقتنا. أعذرني جدا الأستاذ عصام، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات والمعلومات من القاهرة، الأستاذ عصام حجاج عجاج محام بالنقض. هذه تحية لكم مشاهدينا، كونوا بخير دائما، إلى اللقاء.